حول الموضوع تنضم لنا عبر الهاتف من بغداد الدكتورة نهى درويش، أخصائية شخصية وصحة اختصاصية شخصية وصحة نفسية. دكتورة نهى مساء الخير، أهلا بك معنا. التقرير تحدث عن الضغط النفسي والتأثير النفسي لتنظيم داعش الإرهابي على نفسية الكبار والصغار، لكن الصغار هم أكثر من تعرضوا لضغط نفسي، ومنهم من أصيب بالتوحد حتى في بسبب الإرهاب الذي مارسه داعش بحقهم. من خلال متابعتك لمثل هذه القصص، يعني ما أبرز الضغط النفسي أو التأثيرات النفسية لإرهاب داعش على أطفال العراق في مناطق احتلاله؟ نعم، أهلا وسهلا بيك، وتمنياتي لكل هؤلاء الأطفال إن شاء الله بالشفاء العاجل. الحقيقة إحنا كانت هناك دراسات كثيرة تنبؤية يعني طرحت هذه الموضوعات وحذرنا منها كثيرا، وطالبنا بأن نهيئ برامج علاجية لهؤلاء الأطفال بحسب أعمارهم وبحسب نوع الإصابة وشدة الإصابة اللي تعرضوا لها. هذه المشكلات اللي يتعرضوا لها الأطفال هي يعني بالحقيقة كلها هي منتج لما بعد الصدمية. موضوع داعش موضوع معقد جدا، حتى الأطفال الذين لم يشاهدوا عمليات الذبح والقتل والممارسات الوحشية بأم عينه، لكن أفراد العائلة كانت تتداول هذه القصص، كانت تحكيها أمام الطفل دون أن تعرف أنه هذه تداعيات هذه القصص، وهذه يعني هو الكبير يتكلم بالموضوع أو القصة لكن الطفل يطورها بعقله بحسب ما يدرك لموضوع هذه القصة. في كثير من الأحيان يعني تكون هذه القصص منتجة في ذاكرة الطفل برعب وخوف شديد جدا. هذا من جانب. من جانب آخر يعني هي حد ذاتها عملية النزوح يعني لم تكن هي بالشيء الهين والقليل، يعني كثير من العوائل فرت وهي مذعورة يعني خائفة طيب. جدا. طيب دكتورة، بالنظر إلى كل هذا يعني كيف يمكن البدء في علاج هؤلاء الأطفال الذين عاشوا هذه المشاهد أو الذين سمعوا عنها أو تم تداول القصص أمامهم، حتى كيف يمكن محو كل هذا من ذاكرتهم؟ هل هناك ربما طريقة معينة أم أن ذلك يمكن أن يبقى في اللاوعي عند الطفل ويمكن أن يؤثر عليه فيما بعد؟ والله يعني هو محو تام، أعتقد هذا شيء أقرب إلى المستحيل، إلا إذا كانت هناك برامج يعني خاصة جدا، يعني هذه حتى هذه البرامج صعب جدا جدا صعب الحصول عليها في يعني منطقة الشرق الأوسط، لربما هي متوفرة في أمريكا في مثلا بعض الدول، ما عندي علم، لكن على حد علمي أنه بعض من هذه البرامج موجودة في أمريكا تحديدا، لكن يعني غير متاحة غير متداولة خاصة جدا. فالموضوع إزالتها بشكل تام هي قضية صعبة وعسيرة. طيب محاولة الإزالة يعني كيف يمكن العمل على ذلك؟ كيف يمكن مساعدة الأطفال؟ لا. حتى ربما مسؤولية الأهل أو المقربين بشكل يمكن أن يساعد الطفل على نسيان ما شاهده أو ما سمع عنه من دمار وظلم. نعم، اللي يتحدثوا عن الزملاء الأخصائيين في التقرير هو صحيح جداً، يعني كل هذه الأنشطة البرامجية هي جيدة جدا، لكن مهم جدا أن أضيف عليها توفير البيئة الآمنة لهؤلاء الأطفال، عودة هؤلاء الأطفال إلى أماكنهم ومشاهد التدمير والعلاقات الاجتماعية المتوترة، هذا من شأنه أن يزيد من هذه الأعراض. يفترض هؤلاء الأطفال يبقون في بيئة بعيدة آمنة عن المواصل، لا يشاهدون مناظر التدمير والترجي العلاقات الاجتماعية، وأن تكون هناك عوائل حاضنة لهم. الطفل يعني إيش قد ما تريد تقدم له المدرسة أو يعني المؤسسة الإصلاحية، صعب جدا أن تعوض ما يمكن أن تمنح العائلة العائلة الحنونة. يعني إحنا مثلا لربما في عاداتنا وتقاليدنا، نعم دكتور، صعب جدا الطفل يعيش عند عائلة بديلة،
نعم. لكن يعني البيئة هي جدا مهمة أيضا لكي يتم إتمام العلاج بشكل صحيح. نشكرك جزيلا دكتورة نهى درويش، اختصاصية شخصية وصحة نفسية، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد.